أولا تشكر الحركة كل من لبى دعوتها وأظهر تضامنه مع الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، وفي مقدمتهم اتحاد شباب محامين حوض النيل. ثانيا تؤكد حركة أقباط بلا قيود والحركات المتضامنة معها على رفضها أي مساس بحقوق المصريين في مياه النيل. ثالثا تتوجه الحركة برسالة للسفير الإثيوبي بمصر، مفادها أن مصالح بلاد والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإثيوبي باتت على المحك بعد القرار المفاجئ بتحويل مجرى النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل، وأن أي تفاهمات أو اتفاقات تجريها حكومة بلاد مع الإخوان لا تعني الشعب المصري الذي لا يعترف بشرعية حكم الإخوان. رابعا تطالب الحركة بإقالة الحكومة الإخوانية التي يرأسها حاليا وزير الري السابق هشام قنديل فورا لفشلها الذريع في ملف المياه، وتعريض أمن مصر المائي للخطر الشديد جراء سياستها الفاضحة والعاجزة عن التواصل مع الشعوب والحكومات بما يليق بمكانة مصر وحجمها بين الأمم. خامسا تؤكد الحركة أن مرسي وجماعته فاقدين لأي شرعية تؤهلهم لقيادة البلاد بعد أن تسببوا في أزمات عاصفة تهدد أمن الوطن وسلامة أراضيه ووحدة نسيجه الوطني، وتدعو جموع الشعب المصري للمشاركة بقوة في فعاليات 30 يونيو الموافق ذكرى نكبة تولي إخواني حكم مصر، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبدستور مدني يضمن المساواة والحرية لكل المصريين ويرسخ لمجتمع ديمقراطي يحترم الحريات الشخصية للأفراد ويقبل بالتعددية الفكرية والثقافية ويفتح الباب أمام الإصلاح الاجتماعي والسياسي اللذان ينشدهما الشعب المصري. والله معنا.